مساء الخير، يعطيكم العافية. اليوم رح أكمل إن شاء الله سادس محاضرة فيسيولوجي. بعتذر منكم على التأخير، بس يعني بتعرفوا دوام الجامعة وألف إشي والأمراض اللي هلأ، فيعني الواحد شوي هيك بالآخر. هلأ المهم خلينا نبلش. هلأ اليوم إن شاء الله our lecture will be about thalamus والhypothalamus والcerebral cortex. هلأ generally أول شيء رح نحكي وين موجودين هدول الأورجنز. نعرف إحنا السيريبرال كورتكس شو هي، اللي هي قشرة الدماغ، تمام، اللي هي الجزء الرئيسي بالمخ، نعرفها متخيلين شكلها. هلأ نكمل. هلأ بقول لك إن أور برين بالدماغ عنا we have a part، في part شو بنسميه الداينسيفالون، اسمه هيك داينسيفالون. هلأ هذا البارت اللي هو داينسيفالون هو موجود ما بين السيريبرام، يعني المخ الرئيسي اللي إحنا بنعرف فيه، يعني بجوات الاسقال بنلاقي السيريبريم اللي هو المخ، بنلاقي السيربيلم المخايخ، وفي طالع منهم التنين زي اللي هو البرين ستيم. فهلا منطقه الداينسيفالون هاي بتكون موجوده ما بين السيريبريم، يعني لو بدور وين موجوده بلاقيها بين السيريبريم اللي هو المخ وما بين البرين ستيم اللي هو جذع الدماغ. ومن اهم الوظائف للداينسيفالون انه هو راح يكون زي حلقه الوصل اللي راح تربط لي ما بين النيرفوس سيستم، وراح كمان تربط مع الاندوكراين سيستم. اوكي، هلا هاي منطقة الداينسيفالون لو انا مسكتها وحكيت بدي ادرسها ان ديتيلز، بدي افهم شو فيها وكيف هي راح تربط النيرفوس سيستم بالاندوكراين سيستم، راح بلاحظ انه هي عبارة عن فور ديستينكت كومبوننتس. اول بارت اللي هو الثالاماس، ثاني بارت اللي هو السب ثالاماس، والهايبوثالاماس والابيثالاماس. هلا من اسمه من الثالاماس رح نحكي عنه شو هو، بس هلا بنحكي سب ثالاماس يعني فوق الثالاماس، تمام، والهايبوثالاماس رح يكون تحته، وفي عنا الابيثالاماس. دقيقة والله بدي اشوف شغلة، ايوه سوري خربطت حسيت. نرجع، حكينا هي عبارة عن فور بارت، الثالاماس والسب ثالاماس والابيثالاماس والهايبوثالاماس. هلا اللي خربطته اني حكيت لكم السب ثالاماس هي اللي فوق الثالاماس، ولكن الايبي ثالاماس، يعني اصلا مصطلح ايبي معناه رح يكون فوق، هي رح تكون زي كانه منطقه الايبي ثالاماس فوق الثالاماس. السب ثالاماس تركوها على جنب، ما رح ندقر وين مكانها بالضبط. فاذا هاي هي منطقه الداينسيفالون واللي هي زي ما حكينا كتير ضروريه، لانها هي عباره عن حلقه الوصل اللي بتربط لي السيريبريم او سوري النيرفوس سيستم بالاندوكراين سيستم، وهم هدول الاثنين هم الكنترول سيستمز الموجودين بجسمنا. هلا فهون برجع باكدنا انه الهايبوثالاماس من كلمه هايبو، هايبو معناها اسفل، فهو اندر ذا ثالاماس، يعني هاي الثالاماس لفوق هو بيجي لتحت منه. هلا بقولكم الثالاماس هو عباره عن منطقه well defined، يعني well defined يعني بالضبط هاي هون بدايتها هون نهايتها شكلها زي هيك، تمام. اما الهايبوثالاماس فهي لا تقوم it's not well defined. اوكي بقولكم بالعكس هي فيها كتير scattered areas، يعني مناطق هيك بتحسوا عشوائية مبعثرة، تمام. فا يعني ما بتكون well defined. هون في تكملة للجملة، بصراحة انا مو فاهم شو قصدهم فيها، حاسة فيها غلط الجملة، فمش مشكلة. المهم انه نفهم شو الفرق بين الثالاماس والهايبوثالاماس من اللوكيشن ومن ناحية المنظر الخارجي، انه هاي well defined وهاي لا مو well defined، تكون scattered. هلا نحكي شوي عن الثالاماس. هو ايش يعني الثالاماس؟ يعني هاي الاريا ايش فيها؟ الثالاماس هو عبارة عن gray matter، ولما انا بحكي gray matter معناته دايركت رح يخطر لي اذا هو عبارة عن cell bodies ودندرايتس تبعونهم، وليس عبارة عن axons، صح؟ تمام. وفعلا بقولكم هو عبارة عن مجموعة من النيوكلياي، واتفقنا النيوكلياس هي عبارة عن تجمع السيل باديز، هو مش في تجمع واحد، لا فيه من 30 to 40، من 30 لأربعين تجمع، من 30 to 40 نيوكلياي موجودين مشكلين لمنطقة بنسميها الثالاماس. ولما عم بحكي أنا في عندي 30 to 40 نيوكلياي بدل قديش إنه هو له دور كتير مهم، يعني الشغل كتير مهم، دليل انه يعني منطقة فعليا كومبلكس تعتبر ومعقدة. اوكي هلا عشان ندرس الثالاماس اكتر واكتر صاروا يحكوا لنا انه هو كمان نقسمه into two parts، الرايت ثالاماس والليفت ثالاماس. اوكي حكينا قبل هالمرة انه كل شيء بده يروح على السيريبرال كورتكس لازم يمر عبر الثالاماس، تمام،
اوكي، ليش هو اصلا ليش بده يروح اي شيء على السيريبرال كورتكس؟ عشان يصير بروسينج، بيكون جاي سيرتن ستيمولس بدنا نعمل له بروسينج ونفهم كيف الريسبونس بده يكون. مين بيعمل البروسينج؟ السيريبرال كورتكس. طيب حكينا ما بيقدر يوصل للسيريبرال كورتكس غير لحتى يمر بمين؟ بالثالاموس. فهون كاتب لكم all sensation باستثناء مين؟ طبعا السميل، حكينا السميل دايركت على السيريبرال كورتكس، حكيناها هاي قبل. المهم هلا نحكي جنرالي all sensations ما عدا السميل رح يروحوا الى، اشوف هون ايش كاتبين، رح يروحوا على السيريبرال كورتكس مرورا بالثالاموس ما عدا السميل. فهي السميل بيجي عن طريق الاولفاكتوري نيرف من الريسبتورز، الاولفاكتوري نيرف، والاولفاكتوري نيرف بيوصل دايركت على السيريبرال كورتكس. فمعناته الثالاموس زي كانه هو ريلي ستيشن، محطه توقف او محطه لازم تمر فيها كل السنسوري امبلسز اللي جاي وراح على السيريبرال كورتكس، يعني لازم يتوقفوا فيه. اوكي هلا هون فبحكي لكم الفكره انه الثالاموس شو بيعمل؟ بيظبط الامور. كيف يعني؟ يعني هو مثلا ممكن يكون جاي اكثر من سنسيشن بنفس الوقت، ماشي، بدليل انه احنا بنكون بنشوفه بنشم وبندوق كل شيء بنفس الوقت، ممكن نشم اكثر من شيء بنفس الوقت او ندوق اكثر من شيء بنفس الوقت. فبقول لك هو شو بيسوي الثالاموس؟ الامبلسز اللي لها سيميلر فانكشن، يعني السنسيشنز اللي جاي لها سيميلر فانكشن ار سورتد اوت، يعني اول شيء هو بيصنف السنسيشنز، تمام، بيظبطها اديتد از يو سي، تمام، وبعدين بيعملهم از جروب، تمام. فباختصار مفيد هو زي كأنه بيرتب الأمور قبل ما توصل السيريبرال كورتكس. ولهيك من وقت ما حكينا عن الثالاموس قلت لكم يعتبروه هو السكرتير تبع السيريبرال كورتكس، انه بظبط، يعني كيف انا مثلا بدي ادخل على المدير تبعي ملفات رح اصفطها وارتبها وافرزها وكذا، ويعني اذا في شيء بده تظبيط بظبطه وبعدين بدخل عشان هو شيء يقرا الملفات منيح ويرد عليها، تمام، يعني زي دور ترتيبي. اوكي هلا ايضا غير دوره بهاي القصه هو it is concerned، يعني هو متعلق بالباست ميموري. شو يعني باست ميموري؟ يعني مو الذاكره القريبه اللي، لا، الذاكره تاعت زمان، يعني ذاكرتك اللي يعني ايش اسمها، في ذاكره قريبه وفي بعيده، هو مسؤول عن البعيده. فاذا بصير في عندنا ديستراكشن على الثالاموس شو بصير؟ الذاكره القريبه ما رح تنفقد، يعني مثلا اصحابك اللي عرفتهم قبل يوم يومين قبل شهر كذا ما بيروح، ولكن يمكن الناس بتعرفهم من زمان هم اللي تنساهم، فبالتالي اللي will be lost هو الباست ميموري. وهاي الكونديشن شو بنسميها؟ ريتروجريد امنيسيا. يعني ايش ريتروجريد امنيسيا؟ هو عباره عن حاله من فقدان الذاكره بتصير بتحصل للذاكره البعيده او الباست نحكي ميموري نتيجه ديستركشن او انجري على الثالاموس. اشوف وين احنا، دقيقه. اوكي وطبعا كل ما كان، يعني مثلا كل ما كان الضرب اقوى كل ما نسيت ذاكره ماضيه اكثر، استوعبنا الآلية، يعني بتصير ترجع بالرجوع أكتر وتنسى أكتر، فهمتوا كيف؟ يعني مثلا أنا ممكن أنسى إذا شوية ضربة أنسى من الناس اللي عرفتهم من شهر شهرين، ولكن إذا ضربة مثلا كتير قوية بصير أنسى من سنة وسنتين، أقوى بصير من سنوات أكتر. يعني كل ما كانت الضربة أكتر وأقوى كل ما توقعت أني أنسى لمدة زمنية كتير أكبر، يعني برجع أكتر في الباست ميموري. هلا ايضا اذا هي حكينا عن دورين لحديت هلا، لا او مش دورين، حكينا عن نقطتين عن الثالاموس. النقطه الثالثه شو بيقولنا؟ بانه ان هذا الثالاموس plays a key role، دور كتير مهم بال انه يعمل mediating للسنسيشن، يعني وسيط، حكينا كيف بيكون يعني ميديت او مش ميدياتور، هو وسيط بين السنسيشن، شرحنا القصة. ايضا الموتور اكتيفيتيز لها دور فيها، سوري، تمام، والكورتيكال اروزال وهلا بنحكي عنها، والليرنينج والميموري. هلا بيجي حد بيقول لي ليرنينج والميموري شو بيفرقوا عن بعض؟ ما انا لما بحفظ زي كاني بتعلم فعليا. لا، يعني مثلا انا هلا عم بشرح لكم فانتوا هلا عم تاخذوا معلومة جديدة، صح؟ عملية انكم انتوا قاعدين تاخذوا معلومة جديدة to acquire new information أو skill أو إنك إيش جديد ما بتعرف بتاخده، هاي هي learning. هلا إنك تحتفظ فيه وتحافظ على هاي المعلومة أو skill أو كذا هي الميموري.
اوكي اذا الاكوايرينج جاست اكوايرينج هو ليرنينج، ولكن عشان انه الانفورميشن تو بي ستورد واقدر كمان استرجعها هذا بصير اسمه ميموري. هلا شو قصه الكورتيكال اروزال؟ حكينا انه الثلمس له شويه دور في الكورتيكال اروزال، هاي اللي هي انه الواحد يكون مصحصح، وانه مثلا هلا انا مثلا وانا قاعده بشرح لكم او انا واقفه بشرح لكم شو بيكون صاير، انه زي حكيناها قبل هالمره انه في مجموعه عضلات بجسمي بتكون كونتراكتد بطريقه مش مزعجه فقط عشان تحافظ على ماي بوزيشن، انه يكون اني اكون واقفه مثلا ما اوقع، برضو لازم انا اضلني احافظ على الويك فولنس لاكون مصحصحه، تمام؟ لازم انه انا القلب يضل شغال عندي، الريسبيريشن يضل شغال بدون ما ابذل جهد. فهاي اسمها هاي الشغلات اللي لازم تضل شغاله بدون وعي مني بنسميها كورتيكال اروزال. ففي برضو الثلمس بيلعب دور في هذا الموضوع. هلا بقولكم هون the thalamus is concerned with the state of sleep and arousal because of the reticular activating center. حكينا قبل هالمرة عن هذا السنتر لما حكينا عن إحدى التراكت إذا بتتذكروا reticulospinal tract، يوم حكينا عنها as a tract وحكينا بتبلش من الreticular formation وبتروح على spinal cord. هلا بدنا نيجي للreticular formation itself، يعني نروح على منطقة الانطلاق هاي التراكت. هذا الريتيكولار فورميشن هو احدى البارتس الموجودين في الثلمس، تمام؟ احفظوا الثلمس في الريتيكولار فورميشن او الريتيكولار اكتيفيتنج سنتر، هون الريتيكولار ربطوها انه معناها اتنشن، انه بوث فيهم حرف التي يعني اتنشن. كيف يعني؟ يعني انه هاي اذا بتضلها هذا الفورميشن اذا بيضلوا اكتف الريتيكولار او السيستم بيضلوا اكتف الريتيكولار اكتيفيتنج سيستم، بالتالي رح يحافظ لي انه الثلمس يكون اكتف، واذا الثلمس ضل شغال برضه بالمقابل السيريبرال كورتكس رح تضل شغاله. والعكس صحيح، اذا الريتيكولار اكتيفيتنج سيستم اللي موجود بالثلمس طفى بتوقع الثلمس كله على بعضه رح يطفي، او مش كله على بعضه نحكي يعني صراحة أنا مو فاهمة إن ديتيل، بس مش مو فاهمة يعني كيف فهمكم القصة، إنه هو الثلمس إنه فيه أكتر من بارت وكل بارت مسؤول عن إشي. بخلينا نربط إنه إذا هذا البارت اللي هو الريتيكولار أكتيفيتنج سيستم كان أكتف رح يحافظ لي على إنه السيريبرال كورتكس تضلها أكتف، وبالتالي أنا بضلني صاحي ومركز، بينما إذا بيطفي الريتيكولار أكتيفيتنج سيستم بطفي، فبالتالي السيريبرال كورتكس رح تطفي وبالتالي الواحد بينام. واتفقنا اذا صار في عليه ديستركشن كامل ساعتها الواحد يعني ما رح يقدر يصحى اصلا، لانه ما في يعني هو خرب هذا السيستم ريتيكولار اكتيفيتنج سيستم خرب. طب اذا خرب شو معنى هالحكي؟ معناته لو اجى ستيمولس للصبح ما رح يصير له ري اكتيفيشن، زي كانه طفينا مؤبد، فبالتالي الواحد رح يدخل بكوما. فانه نركز انه هذا السيستم او سوري هذا البارت بالذات هو اللي بيشتغل وبيطفي بالثلمس، احسن ما نحكي كل الثلمس بيشتغل او كل الثلمس بيطفي. اوكي تمام. فهلا هيك بنكون خلصنا حكي عن مين. سوري حاسه نفسي بلش يروح بس يعني اوكي خلصنا حكي هلا بنكون عن الثلمس. هلا خلينا نبدا بالهايبوثلمس. هلا هذا الهايبوثلمس فيه اشي بهمنا كلياتنا، هلا تفهموا لي. الهايبوثلمس هو المسؤول عن الفيجيتيتيف فانكشنز. ايش يعني الفيجيتيتيف فانكشن؟ يعني الاشياء اللي لها علاقه بحياه الشخص، زي مثلا انه ياكل، انه يشبع، انه يعطش ويشرب، هاي الشغلات. يعني مو شغلات انه عشان يبقى على قيد الحياه اللي هي الفايتل، لا، انه اشياء يعني بالكم اكل وشرب وزي هيك، تمام؟ مثلا الاكل. هلا هو فعليا في عنا هانجر سنتر وساتايتي سنتر. كيف يعني؟ يعني مركز للشبع ومركز للجوع، هم فعليا they are the same، فاهمين كيف؟ يعني هم نفس المركز، ولكن مرة بشجعك توكل يعني بتجوع توكل، ومرة بالعكس يعني بعطيك انه انت شبعان ما توكل. وبرضه كمان في كمان بيكون بالهايبوثلمس في عنا الدرينكينج سنتر. يس، هلا هذا السنتر هو اللي بخليك انك تحس انه انت عطشان وبدك تشرب مي. اوكي، فهلا
فكونه أنا نيجي نفكر فيها من ناحية تانية، الهايبوثالاموس كونه هو رح يكون مسؤول إنك أنت تعطش وتروح تشرب، فمعناته هو رح يكون بطريقة ما مسؤول عن الفلويدز بجسمك. كيف يعني؟ يعني أحكي مثال بعدين أكمل لهون. أنت مثلا ضغطك نزل، أو لسبب ما رحت كتير مثلا على الحمام فقدت كتير سوائل، أو سويتينج كتير، أوكي؟ فالمهم كتير جسمك فقد سوائل، وبالمحصل ممكن الضغط عندك ينزل، تمام؟ فساعتها بيجي أمر لمين؟ للهايبوثالاموس، أو الهايبوثالاموس بيكون زي كأنه إله ريسبتورز في كل مكان، بيضلوا يشيكوا على الضغط، إنه والله ضغط هذا الإنسان نزل نتيجة فقدان السوائل، فهو تلقائيا مثلا شو بيروح بيسوي؟ بشجعك إنك تشرب مي عن طريق الدرينكينج سنتر، وبرضه رح نحكي لقدام هو رح يشجع على الريليز لبعض الهرمونز اللي رح يمنعوا إنه يضل يصير في عندي دايوريسز كتير وإنك تفقد سوائل عشان نحافظ على هاي السوائل في الجسم. فهمنا الايديا؟ إذا أكيد هو كونه رح يكون مسؤول عن الشرب زي، فإنه رح يكون إله دور في التحكم بالفلوينس. ايضا الهايبوثالاموس اذا غير الايتينج والساتايتي سنتر اللي فيه، غير الدرينكينج سنتر، ثالث شغله انه هو حاولوا اسمهم زي ما عم بحكيهم، يعني هاي اول شغله، هاي ثاني شغله، او على شكل نوت عشان تربطوهم. هلا الهايبوثالاموس هو اللي عامل كنترول على الاوتونوميك نيرفوس سيستم، واذا تتذكروا شو الاوتونوميك نيرفوس سيستم، هو السيمباثيتك والباراسيمباثيتك، تتذكروهم؟ وكان مثلا السيمباثيتك هو اللي بيشتغل في حالة فايت اور فلايت، انه اما بدك تقاتل او تهرب، يعني بحالات الاسترس باختصار مفيد. والباراسيمباثيتك هو اللي بيشتغل بحالات الريلاكسيشن، بحالات انك ما في وراك شغلة، يعني باختصار انت حزم، سيمباثيتك توتر، باراسيمباثيتك راحة. فبناء على هذا الحكي كله اذا تتذكروا كان يصير في تغيرات مثلا على مستوى الهارت، اكيد رح يكون اقوى في حالات انك بدك تهرب، واضعف في حالات انك ريلاكس. البريذنج لما بدك تهرب او تقاتل يعني متوتر، فبالتالي بيزيد البريذنج. بالعكس لما تكون ريلاكس الجي اي تي اكيد رح تشتغل وانت ريلاكس من كتر انك تضلك تاكل وهيك، بينما بالعكس رح تطفي، انت هلا بدك تقاتل وهيك مش وقت الدايجستشن يصير. فبالتالي كمان هو بيعمل كنترول اذا على الاوتونوميك نيرفوس سيستم. وهذا اللي حكيت لكم اياه قبل شوي سوري، انه الهايبوثالاموس اتسلف هو عبارة عن اعصاب، صح ولا لا؟ ولكن في له دور، او بديش احكي هو يعني بلا، هو عبارة يعني نحكي عن نيرو اندوكراين اورجان، او له نيرو اندوكراين فانكشن. شو يعني؟ يعني له وظيفة تربط ما بين الاعصاب والهرمونات. ليه؟ لانه الهايبوثالاموس ولا رح نحكي شو بيصير يسوي، بيبعت بدنا نتخيل. هلا احاول كيف نشرحها. بدنا نتخيل الهايبوثالاموس هو مدير الشركه، بتويتر جلاند هي النائبه، وباقي الجلاندز بالجسم هم عباره عن الموظفين العاديين، تمام؟ فالمدير شو بيحكي؟ بيروح الهايبوثالاموس بيبعت للنائب تبعه اللي هو بتويتر جلاند انه لو سمعت احكي للموظف الفلاني يعمل كذا. فهو طبعا كيف رح يحكي له؟ بيبعت له هرمون. دائما الهرمونات اللي بتطلع من اللهم صل على سيدنا محمد من الهايبوثالاموس اسمها ريليزينج هرمونز، تمام؟ او انهيبيتينج هرمونز، نحاول نحفظها. فمثلا نحكي مثال هذا الحكي، بعد الهايبوثالاموس للبتويتري جلاند بقولها لو بعد رساله عن طريق شو، بعد ثايرويد ريليزينج هرمون. شو يعني؟ زي كانه بحكي لا ابعت للثايرويد جلاند تطلع هرموناتها. فبتيجي البتويتري شو بتبعت للثايرويد جلاند؟ تبعت لها ثايرويد ستيميوليتينج هرمون. فبدنا كتير نميز منيح انه في اوردر رح يكون من الهايبوثالاموس على البتويتري، بعدين البتويتري هي بتتواصل مع الجلاندز نفسهم، والاوردرز اللي بيبعتهم الهايبوثالاموس بيكونوا على شكل هرمونز بنسميهم ريليزينج هرمون، ثايرويد ريليزينج هرمون مثلا. بعدين بتيجي البتويتري بتبعت ثايرويد ستيميوليتينج هرمون او anything else، تمام؟ اوكي. هلا هون هذا اللي كنت احكي فيه، بس هلا ندخل ان ديتيلز شوي. السيجنال اللي بتيجي من الهايبوثالاموس بتروح على هي بترافل تو ذا بتويتري جلاند، بتويتري جلاند يعني موجوده تحت على البيس تبع الهايبوثالاموس، اوكي؟ وهي بتكون موصوله فيه عن طريق ايش بنسميه بتويتري ستوك، يعني زي القناه الموصولين فيها مع بعض.
هلا البيتويتر جلاند في عندها تو بارتس، كيف الثلمس قسمناه كمان ليفت ورايت، برضه هاي عندها تو بارتس، بارت نحكي عنه انتيرير، بارت جاي لورا رح نحكي عنه البوزتيرير. دقيقة عشان بطلت شايفة من انا. يس هون تمام. هلا هدول التو بارت they have different functions، والا كان بيكونوا بارت واحد اذا ما لهم different functions. هلا البوزتيرير هاي ضمزك انها ممر او مخزن، كيف يعني؟ يعني الهايبوثالاموس بصنع له شوية هرمونات بيروح بخزنهم بالبوزيتيرير ولا خليك مخزنهم لبل ما يجيك أمر ولا استيميولس وطلعيهم. يعني هل هي بتصنع إشي؟ لا، ولا بتصنع ولا هم، اللهم هي بس ستور، اونلي ستورج بيصير فيها، بتخزن الهرمونات اللي صنع لها اياهم مين؟ الهايبوثالاموس، وبتضلها حطاهم لبل ما شو يجي استيميولس وبتفرزهم بالدم. ايه تمام. طبعا شو الاستيميولس؟ انه عصب معين يعني طلع نيرو ترانسميترز تبعونه عليه على البتويتري جلاند. يعني هلا على عكس تماما من مين؟ من الانتيريور بتويتري. الانتيريور هي اللي حكيت لكم نائبة المدير، هي اللي بتحكي للثاير للهايبوثالاموس شو بدك اوصل معلومات، وبتوصلهم عن طريق انها بتفرز نيو هرمونز. فالانتيريور بتويتري جلاند سيكريتس اتس اون هرمون، يعني لها هرمونات خاصه فيها. ليه بتفرزهم؟ نتيجه لهرمونات تانية اجتها من الهايبوثالاموس. فهي بقول لكم الهايبوثالاموس بيتحكم بالشغل تبع الانتيريور بتويتري عن طريق ايذر يفرز عليها ريليزنج هرمونز او انهبيتنج هرمونز. حتى هم باسمهم يعني مش انه ريليزنج وانهبيتنج بس بالمعنى انه والله ريليزنج رح تشجع وانهبيتنج رح تثبت، لا، حتى اسم الهرمونز بيكون فيهم ابصر شو ريليزنج هرمون، فانتوا بتستنتجوا انه طالع من الهايبوثالاموس، او ابصر شو انهبيتنج هرمون فانه طالع من الهايبوثالاموس. تمام. وبعدين بودوهم للبيتويتري، والبيتويتري بتفرز another hormones stimulating او ابصر شو، صار حكي ابصر شو الف مرة. المهم وبيروحوا يشتغلوا على اللي glands اللي هم بدو يروحوا يشتغلوا عليها. اوكي هلا من الامثلة على هاي الهرمونز في عنا thyroid stimulating hormone من اسمه stimulating، هل في releasing؟ لا. هل في كلمة inhibiting؟ لا. فهو بالتالي ما رح يطلع من الهايبوثالاموس، رح يطلع من مين؟ من النائب. يعني هذا الأوردر اللي طالع من نائب المدير هو رح يكون طالع من الانتيريور بتويتري جلاند، لأنه حكينا البوزيتيريور أصلا بتطلعش إشي خاص فيها. ففونكشن هي هذا بقولك شو رح يسوي، اسمه thyroid stimulating hormone، يعني رح يطلع ويروح على الثايرويد جلاند ويشجعها إنه to secrete its hormones، هم T3 وT4، T3 وT4 من ال بيطلعوا من الثايرويد جلاند. يعني بس هيك معلومة خارجية، ليش اسمهم T3 وT4؟ تي اختصار لثايرويد، يعني بدنا نحكي ثايرويد لأنه طلع من الثايرويد جلاند. 3 و4 لأنه ال 3 فيه 3 أيودين، يعني 3 أي اللي هو اليود، يس، و4 فيه 4 أيودين بس. تمام. هاي شو بحكي لكم؟ بقول لكم أصلاً البتويتري ما ردت وأفرزت الثايرويد ستيميوليتنج هرمون غير لما الهايبوثالاموس بعت لها اوردر، وعن طريق انه افرز عليها شو ثايرويد ريليزنج هرمون. شايفين تبع الهايبوثالاموس اسمه ثايرويد ريليزنج نوت ستيميوليتنج. اوكي نيجي لانذر هرمون. للانذر هرمون هو الانتي ديورتيك هرمون لاي دي اتش. اي دي اتش له اسمين، يعني سواء سمعتوا انتي ديورتيك هرمون او سمعتوا فازوبريسين، وي ار توكين اباوت ذا سيم هرمون، وي ار توكين اباوت ذا سيم كومباوند. تمام. ف فازوبريسين اور انتيديورتيك هرمون they are the same. هلا هذا بيطلع من البوزيتيريور بتويتري جلاند، وهذا الشيء بيميزه عن الباقيين اللي بندرسهم. طيب معناته هون بيجي السؤال، اذا هو طالع من البوزيتيريور يعني هل هو synthesized by the posterior؟ No, it's not synthesized by the posterior pituitary gland, it is just released by the posterior pituitary gland. لانه زي ما قلنا هي ما بتقدر اصلا البوستيريور انها تصنع، مش يعني مش موجوده تتصنع، هي بس تكون مخزنه، فهو اوريدي شو رح يكون مخزن فيها فقط. هلا ايش اسمه؟ انتوا احكوا لي ايش اسمه. اسمه انتي دايوريتيك هرمون. يعني شو بده يمنع؟ انتي دايوريتيك، بدنا نمنع الدايوريسيس، بدنا نمنع اليورين فورميشن، فهو it will prevent the urine formation. طب كيف بدنا نمنع اليورين فورميشن؟ يعني بدناش اي فلويدز تطلع من الجسم، فبيروح بيعمل ري ابزوربشن للفلويدز. هذا ما بيركز كمان الهرمون على الالكترولايت، هيك خلني اسحب صوديوم تلحق هالمي، لا، دايركت بمسك الفلويدز وبرجعهم from the kidney وبرجعها على الاكسترا سيلولار فلويد
يعني على السائل بين الخلايا، بعدين هي بتجي تلقائيا على الدم، فبصير اليورين سحبت منه انا السوائل، صح ولا لا؟ قلت لكم بسحب السوائل دايركت، يعني اليورين ضل فيه كتير الكترولايتس بينما السوائل كتير قليلة، منطق الكلام؟ فبالتالي بيكون الفوليوم تبعه قليل وبيكون كونسنتريشن عالي، فبيكون اليورين كونسنتريت، نتيجة اني اخذت كل الفلويدز اللي فيه. ف يعني انتم متخيلين انا مثلا، يعني لا التشبيه بديش احكي سيء لانه استنوا شوي، يعني انتم انه هون شو اللي بدي اياكم تفرقوه، انه في اذر هرمونز بيمنعوا الدايوريسز ولكن عن طريق انه يسحبوا الالكترولايتس مثلا صوديوم، بعد ما يسحبوا الصوديوم بيلحق مي، بتلحقوا المي، فهون انا عم بخفف الكونسنتريشن تبع اليورين نتيجه سحب الالكترولايت وعم بخفف الفوليوم، فما راح يكون اليورين كتير كونسنتريتد. بحاله الانتي دايورتيك هرمون، الانتي دايورتيك هرمون هو بس بيروح بيسحب المي، بالتالي الالكترولايتس رح تضل موجوده بكميه كبيره، والمي اللي ضلت باليورين كتير قليله، فرح يكون كونسنتريتد يورين. واي هوب سو انكم فهمتوها. فبالتالي رح يكون اليورين دارك يلو، دارك يلو يعني لونه غامق اسميا. وهذا الحكي اللي بصير مثلا اثناء السمر. كيف يعني؟ ايش معنى السمر؟ السمر يعني بالصيف، السويتنج او احكوا سويتنج مش سويتنج، غلط، سويتنج، سويتنج تعرق، سويتنج سويت يعني تحلية بتصير. فاثناء السويتنج شو اللي رح يصير؟ رح يضل الواحد عم يفقد سوائل عن طريق السويتنج، فبعدين بصير الكونسنتريشن بجسمه عالي، ازمولاريتي او ازمولاريتي عالية، لان نتيجة انه فيها فلويد عم تنفقد بالسويتنج وباقي الاشياء لساتها موجوده. فهاي الاوزموليتي العاليه في اوزمولر ريسبتورز او سوري اوزمولر ريسبتورز بلقطوها في الهايبوثالاموس، بيصيروا هدول الريسبتورز يحكوا اه الاوزموليتي عاليه معناته في سوائل عم تنفقد وبالتالي لازم نرجع، فبيروح بسرعه الهايبوثالاموس وبحكي زي كانه ببعث امر للبوزديريور انه الهرمون اللي خزنته عندك طلعي، فبتطلع الانتي دايورتيك هرمون، فبيروح الانتي دايورتيك هرمون على الكيدنيز وبيعمل ري ابزوربشن للفلويدز وبيرجعها، فاليورين بصير مور كونسنتريتد والفوليوم له قليل، بينما بنرجع حجم الاكسترا سيلولار فلويد بالدم للوضع الطبيعي. والعكس تماما ايش بصير بالشتاء؟ بالشتاء ما عم يصير سويتنج، بالعكس السوائل زي كأنها منحبسة بالجسم واحنا نازلين نشرب وناكل، فاللي بصير انه نفس هدول الريسبتورز بضلوا ينتبهوا، فبيلاحظوا انه والله الاوزموليتي قاعدة تقل، ليه تقل؟ لانه الفلويدز كتيرة ما عم تنفقد، فتحكي للهايبوثالاموس، ما هي اصلا ريسبتور تابعة للهايبوثالاموس انه والله الاوزموليتي قليلة، هو بيروح بيحكي للانتي دايوريتيك هرمون انت ما في داعي تطلع لانه بدناش تمنع الدايوريسس، خليه يصير دايوريسس، فبالتالي الكيدنيز عادي بتعمل الفونكشن تبعها وبزيادة عن اللزوم كمان، بانه تطلع الفلويدز لزيادة على اساس نحاول ايش نرفع شوي الاوزموليتي بالدم عن طريق فقدان الفلويدز، فبالتالي هون اليورين رح يكون الفوليوم تبعه اكبر وبالتالي الكونسنتريشن اقل، فبيكون بيليا اللون على اصفر فاتح. فهي هون عطينا زي نوت صغيره انه الاوزمول ريسبتورز هم عباره عن سنسوري ريسبتورز، يعني هم بيلقطوا سنسيشن او بنحكي سنسيشن ان معلومه موجوده، هم وين موجودين؟ موجودين سوري في الهايبوثالاموس، وهم بيعملوا ديتكشن على اني تشينجز قاعده بتصير في الاوزموتيك بريشر او الاوزموليتي. طبعا في كتير other things كمان مسؤولة عن البادي فلويدز بجسمنا، هرمونز وميكانيزمز، تتذكروا الرينين انجيوتنسين الدوستيرون سيستم، كتير في اشياء تانية، هذا احداها يعني مسؤولة عن انه تعمل ريجليشن على البادي فلويدز غير قصة الانتيدايورتيك هرمون والاوزموريسبتورز الموجودين في الهايبوثالاموس. هلا نيجي على تالت هرمون، وبرضه هذا الهرمون من البوستيريور بتويتري جلاند، صفعين لتنين من البوستيريور بتويتري جلاند، انتي دايورتيك والاكسيتوسين. الاكسيتوسين او الاكسيتوسين هذا بيطلع ريليز، لاحظوا شو حكينا ريليز ولكن مو سينثيسايز، ريليز دي فرام بوستيريور بتويتري جلاند. هلا هذا طبعا هرمون هو في الفيميلز موجود، هو رح يساعد بشو؟ رح يعمل شو؟ رح يساعد في الكونتراكشن للسموث مسل سيلز متى؟ في اليوترس عند الليبر، يعني عند اثناء الولاده. طبعا ما بيصير الاكسيتوسين يشتغل قبل، نعرف هذا الحكي انه بصير اجهاض تمام، فهو اثناء الولاده
وايضا هو كمان بحكي لكم هو مهم بالبريست فيدينج، لانه بسبب الكونتراكشن اللي بيعملها بالنيبلز هو بيساعد انه تريليز الميلك من الماماري جلانز، فبالتالي هو له علاقه بالليبر وبالبريست فيدينج. اوكي، هلا في بعض الاحيان مثلا بصير واحده لازم هلا تولد بنفس الوقت مثلا يعني زي ما بنحكي بالعاميه مش جايها الطلق، شو بدها تسوي؟ عم شيء هي مش رح تسوي شيء بالمستشفى، بيعملوا لها شيء بنسميه الطلق الصناعي او الارتفيشال ليبر. شو القصه؟ انه هم بيجيبوا شيء زي الاوكسيتوسين، سينثيتك اوكسيتوسين انالوج، يعني شيء بيشتغل على نفس الريسبتور اللي بيشتغل عليه الاوكسيتوسين، بيكون هو عباره عن 8 امينو اسيدز مربوطين ببعض، وبكون كتير سهل تصنيعه، يعني مش بتغلبوا فيه، وبعطوها اياه على اساس انه تستيميوليت الكونتراكشنز باليوترس عشان نشجع على الولاده. تمام، هلا نحكي عن شغله بعدين غير هاي القصه تاعت الهرمونز. هلا في عنا منطقه بنسميها الاوبتيك تشي، ان شاء الله احكي صح الكلمه، ما بعرف كيف تنحكى، تشيسم او اشي زي هيك، المهم ما علينا بالكلمه. هلا هاي شو قصتها؟ هاي الاريا، هاي الاريا هي عباره يعني تخيل الاوبتيك نيرف العصب البصري، تمام، الاوبتيك نيرف يس، هو رايح يعني ماشي بطريقه مش بيعمل كروسينج، نتيجه الكروسينج اللي راح يعمله ماشي بصير عندنا اشي زي الاكس شيب. هلا انا الصراحه مو كتير متخيل الشكل بس احنا نحفظها هيك بالضبط. هذه المنطقه اللي بتصير نتيجه الكروسينج بتكون زي شكل حرف الاكس، بنسميها الاوبتيك تشيسم. اوكي، فوقيها بالضبط لو بتفرج بلاقي نيوكليس. شنو نيوكليس؟ يعني تجمع من السيل باديز. شو بدنا نسميها كونها فوق الاوبتيك تشيسم؟ بدنا نسميها سوبرا تشيام ساتيك، ابصر شو، نيوكليس، يعني النواة اللي فوق، سوبرا يعني فوق التشيسم هاي. تمام، ليش هاي النواة موجودة بهذه المنطقة؟ هلا بقولك شو الفكرة، ان الاوبتيك نيرف لما يجي يقرب عند هاي النواة ببعث لها فايبرز، احدى يعني فايبرز يعني شفتوا من اخر الاكسن مش بصير متفرع كتير، احداهم فايبر، فبيبعث لها فايبرز على السوبرا تشيام ساتيك ابصر شو نيوكليس، فبحكي لها والله هلا مثلا الدنيا ليل، لا الدنيا نهار وهيك، وبناء عليها ساعتنا البيولوجيه بتتحدث. فهمتوا كيف؟ يعني انا كيف بحس انه هلا الدنيا صارت ليل؟ كيف بحس انه الدنيا صارت نهار؟ بناء على هاي القصه اللي هو السيركاديان ريذم. وبناء على هذا الحكي بعد الهرمونز يعني بعد ما يندل الجسم عنا انه هلا الدنيا ليل، هلا الدنيا نهار، بصير في ريليز لبعض الهرمونز، تمام؟ فبعضها بيكون يفرز اكثر بالنهار، بعضها يكون يفرز اكثر بالليل وهكذا. فمثلا معروف هاي كتير كتير معروف المعلومه انه الكورتيزول ماشي اللي هو الصناعي منه كورتيزون بيكون اكثر اشي يفرز بالصبح، تمام، من الساعه 7 للساعه 8، تمام، و acting as a natural built-in alarms. فعشان هيك لما واحد يسافر على بلد ثاني الدنيا كلها بتنقلب، فاهمين كيف الايديا؟ يا بلد تاني الليل نهار والنهار ليل، فعمل ما جسمه يتعود، لانه حسيت في خربطه بالهرمونات في كيمياء الجسم كلها نتيجه انه الجسم عمين عم بيرد، عم بيرد على الشيء اللي جواه اللي بقول له هلا الدنيا ليل او نهار. اوكي، هلا هون بحكي لكم السوبرا اوبتيك نيوكليوس، طلعوا هون حاطين لكم يعني زي ستراكشر او الديفرنت نيوكلياي الموجودين بالهايبوثالاموس، تمام. بقول لكم اللي مسؤولين عن افراز الانتي دايورتيك هرمون والاوكسيتوسين هم مين؟ السوبرا اوبتيك نيوكليوس والبارافنتريكولر نيوكليوس. حاولوا احفظهم، السوبرا اوبتيك والبارافنتريكولر بينتج الاوكسيتوسين والانتي دايورتيك هرمون. هلا بالنسبه نحكي شوي عن الايموشنز، انا بعرف حاسه المحاضره صراحه زي انها مامعه وانه الف موضوع مع بعض، بس حاولوا افهموا كل موضوع لحاله عشان ما تتخبصوا الامور، يعني يعني مش بتحسوا موضوع متكامل اي نو ذات، بس بدنا نحاول نفهم كل اشي لحاله، واذا في كان اشياء تستدعي الربط نربط بينها. هلا سوري، الايموشنز مثلا الهيت اللوف والهيكا هم عباره يعني مين المسؤول بجسمنا؟ طبعا مش القلب اكيد يعني ما لوش دخل، عن الايموشنز هو عباره عن سيستم بنسميه احنا
الليمبك سيستم. هلا الليمبك سيستم هذا وين موجود؟ لو بروح على السيريبرال كورتكس من الناحيه الميديالي، تمام، استنى اشوف. الليمبك سيستم which is found in the medial aspect of the cerebral cortex with the hypothalamus، يعني شكله عند الناحيه الميديال بين السيريبرال كورتكس والهايبوثالاموس. فبالتالي بحكي لكم لو بتفرج على البوزيشن تبعي رح الاحظ انه الهايبوثالاموس هو بارت من الليمبك سيستم، تمام. يعني احنا مثلا كنا ندرس الهايبوثالاموس، بعدين لما طلعنا من نظره من بعيد على كل الليمبك سيستم لقينا انه اصلا الهايبوثالاموس از within the limbic system، عشان هيك جبنا سيرة الليمبك سيستم واحنا قاعدين نحكي عن الهايبوثالاموس. فبالتالي معناته صفة كون الهايبوثالاموس جزء من الليمبك سيستم، فمعناته also الهايبوثالاموس بيعمل شوية ريجليشن على الايموشنز تبعتنا، الموتيفيشن لانه هلا متحمس هلا مكتئب وهيك، والبيهيفير هو اللي بيخليك تحس مثل انك هلا خايف هلا مبسوط وهيك اشياء. هلا الليمبك سيستم كله على بعضه حكينا اوكي الهايبوثالاموس جزء منه، طب هو كيف شكله اصلا؟ هو عباره عن سيستم، هذا السيستم فيه رينج ستراكشرز، تمام. شو يعني رينج ستراكشرز؟ يعني اجسام او اشياء دائريه حلقيه، تمام. وين موجود هذا؟ هلا هاي بعرف انها كثير تقيل الدم العباره، بس انه نحاول نحفظها زي ما هي. موجود على الانر بوردر، يعني على الناحيه الداخليه تبعت الداينسيفالون، وعلى تاعت السيريبرم، وعلى الفلور تبع الداينسيفالون. اذا وين موجود الليمبك سيستم او شو هو؟ عباره عن رينج ستراكشرز موجوده على الانر انر بارت او انر بوردر تبع السيريبرم، يعني من المخ لجوا، وعلى الفلور تبع مين؟ تبع الداينسيفالون. اللي هو فعليا فيه اكثر من اريا، صراحة أنا مو عارف شو بدنا فيهم يعني، بس هو هيك ذكر لأنه بعدين ما حكى عن تفاصيلهم. فيه السينجوليت جايرس، فيه الهيبوكامبس، دينتيد جايرس، أميجدالا، ماميلري بوديز، ثالاموس، أند ذا أولفاكتوري بالب. يعني حتى الثالاموس جزء من الليمبك سيستم. أوكي، إت إز كولد، هو زي ما حكينا الليمبك سيستم هو الإيموشنال برين، يعني هو الجزء اللي بالبرين عنا مسؤول عن الايموشن، وهو اللي بيعمل جوفرن او هو اللي يعني بيعمل جوفرنج لكل الايموشنال اسبيكتس اوف اور بيهافير. ايضا شويه الليمبك سيستم انفولفد بالاولفاكشن والميموري. تمام، وهلا كمان من اهم الفانكشنز اللي مسؤول عنها الهايبوثالاموس. هلا احنا هون ليه ذكرنا الليمبك سيستم؟ عشان نحكي جاست انه الليمبك سيستم مسؤول عن الايموشنز، وانه الهايبوثالاموس جزء منه فبرضه له دور في الايموشنز. فبرضه كمان من الادوار تبعت الهايبوثالاموس انه هو كنترول، او هو عمل كنترول على الميكانيزمز المسؤوله عنها، عن انها تحافظ تمنتين البادي تمبريتشر تبعتنا. كيف يعني؟ زي ما كان مثلا هو في جواته ريسبتورز بيقيسوا الاوزمولاريتي والاوزموتيك بريشر، برضه في عنده ثيرموستاتس. شو يعني ثيرموستاتس؟ يعني ريسبتورز بيضلوا يشيكوا على الحراره، بيقيسوا الحراره. فاذا لاحظوا في زياده بالحراره تبعت الجسم، فهو بيبعت اوامر عن طريق الاوتونوميك نيرف سيستم اللي هو بيتحكم فيه، انه على السكن، انه شو يعملوا الاوعيه الدمويه الموجودين بالسكن؟ يصير فيهم دايليشن، فبصير في عندنا فيزو دايليشن. نتيجه الفيزو دايليشن بصير التدفق الدم اكثر، وبزيد الايفابوريشن، فبالتالي الايفابوريشن بيسحب الحراره من الجسم. والعكس، اذا الحراره بتقل، اللي بيصير انه الاوعيه الدمويه اللي بيكونوا او هو الثيرموستات هدول بيحكوا الحراره قلت، الهايبوثالاموس ببعت اوامر عن طريق الاوتونوميك نيرفس سيستم انه الاوعيه الدمويه اللي موجوده في السكن تعمل فيزو كونستريكشن، فبقل تدفق الدم. فلما يقل شو بيصير؟ نمنع اللوس للهيت عن طريق الايفابوريشن، انه بنقلل هذا الاشي. هلا هون بحكي لنا شو هدول. تمام، حكينا انه جزء من الليمبك سيستم هم اشي بنسميه الماميلاري بوديز. الماميلاري بوديز هم عباره عن اشي سمول بيرد، يعني بيكونوا بيرز، تمام، بيكونوا جايين تقريبا انتيريور اوف ذا هايبوثالاموس. متفقين احنا انه الهايبوثالاموس اصلا within the limbic system، الماميلاري بوديز برضه within the limbic system.
تمام. فبيكونوا موجودين بالليمبك سيستم بس قدام من الهايبوثالاموس، وهم برضو بيكونوا يعني جزء من الداينسيفالون اللي هو جزء من الليمبك سيستم. اذا الاكبر اشي هو الليمبك سيستم، فياته من الداينسيفالون. جوات الداينسيفالون مين؟ الماميلاري باديز. الماميلاري باديز جايين قدام من مين؟ قدام من الهايبوثالاموس. فاللهم صل على سيدنا محمد. طب شو يعني شو هدول دخلهم؟ ليه موجودين الماميلاري باديز؟ they are relay stations for olfactory pathway. يعني الolfactory pathway كان احنا ما بيمروا بالثلمس، تتذكروا هم بيروحوا دايركت وين؟ على السيريبرال كورتكس، ولكن كانوا بيمروا بمنطقة هيك انا اللي فهمته يعني الماميلاري باديز. هلا ايضا الهايبوثالاموس بيكون عامل زي كابينج او هيك حوالين البرين ستيم زي مغطي، وهو كمان بيكون مكون الوولز، هو زي ما نحن نتخيل يعني زي هو اعصاب، فبيقدر يعني بيقدر يكون مكون لي ستراكشرز باشكال مختلفه تمام. ايضا غير انه عامل كابينج للبرين ستيم، هو بيكون مكون الانفيرو لاترال، يعني الانفيرو يعني اللي تحت لاترال الجانبي، الانفيرو لاترال وول تبع الثيرد فينتريكل. تذكروا الثيرد فينتريكل وين اخذنا لما حكينا عن الحركه تبعت سيريبروسباينال فلويد. فايضا اذا احدى وظائف وين انا ضيعت دقيقه يس هيها، انه هو كمان بيكون عامل كابينج للبرين ستيم، وهو اللي فورم الانفيرو لاترال وول اوف ذا ثيرد فينتريكل. وزي ما قلنا قبل انه هو المين كنترول بارت، يعني هو الاهم او اكتر سنتر رئيسي مسؤول عن الاشياء الفيجيتاتيف بجسمنا اللي هي الاشياء الحيوية زي قلنا الاكل والشرب والشبع ومش عارف مين. فهيك منكون خلصنا الهايبوثالاموس. اوكي هلأ نيجي على الإبيثالاموس. الإبيثالاموس ما عليه كتير معلومات. الإبيثالاموس هو موجود فوق من الثالاموس، يعني إيش يعني فوق؟ يعني سوبيريور أعلى منه. إيش بيكون فيه الإبيثالاموس؟ فيه البينيل أو بينيال جلاند. شو البينيال جلاند؟ هاي لو منترجمها بالعربي بيطلع معناها الغدة الصنوبرية. الغدة الصنوبرية بالضبط من وين بتكون طالعة؟ أشوف extend from the posterior border and okay. طالع يعني من الناحية الخلفية، يعني هذا الإبيثالاموس موجودة في مين؟ البينيال جلاند. من وين هي؟ بقول لك زي طالع extend طالع من ال posterior border من الناحية الخلفية أو ال border يعني الحفة الخلفية. تمام شو مسؤولة يعني هاي مالها البينيال جلاند ليه موجودة؟ هي بتفرز لي هرمون هو الميلاتونين، فمعناته الان حاول نربط ببعض. ميلاتونين هرمون مين تفرزه؟ البينيال جلاند. البينيال جلاند وين؟ باي جزء؟ بالابيثالاموس. تمام وين بالضبط؟ بالطالعه اكستندز فريم ذا بوستيريور بوردر. طيب هلا نحكي عن الميلاتونين هرمون. شو هذا الميلاتونين هرمون؟ شو بدنا فيه؟ it is involved هو له دور بالسليب ريجليشن، انه كيف يتنظم نومك، انه كيف ليش في ناس مثلا معودين خلص يناموا على 3 الفجر مثلا يصحوا 12 الظهر، بينما في ناس لا السايكل تبعتهم مثلا بيناموا على 9 بيصحوا ثاني يوم على 6. فهاي السايكل تبعت السليب والويك اب هي المسؤول عنها الميلاتونين اللي هو يفرز عن طريق البينيال جلاند which is part of the epithalamus. باختصار وايضا الها دور شويه البينيال جلاند في المود، فبالتالي برضه رح يكون الها دور في البيولوجيكال ريذم. الريذم يعني الاشي اللي احنا ماشيين عليه تمام، سواء على النوم والصحوه ولا سواء على المود. هيك خلصنا الابيثالاموس والهايبوثالاموس والثالاموس. شو كمان نسيت وين كنا؟ والثالاموس تمام. هلا رح نبلش نحكي او نبلش نحكي عن السيريبرال كورتكس. السيريبرال كورتكس حكينا قبل هالمره فيها تو سلكاي. شو يعني سلكاي؟ جمع سلكه. شو هو السلكه؟ زي اخدود بقسم صح، حكيناها قبل هالمره. فيها السنترال سلكس وفيها اللاترال سلكس، وقلنا المنطقتين اللي جنب الاخدود بالضبط زي جبل صغير رح نسميه ايش؟ جايرس، والجميعهم جايراي. هلا بغض النظر عن كم الجايراي اللي هم الجبال الصغيره، لو بطلع على البرين كله على بعض رح الاقيه مقسم انتو فور لوبس، اربع ريجنز. الفرونتال يعني هي اللي جاي قدام عند منطقه الجبين وهيك، اوكزيبيتال جاي ورا،
تيمبورال هي اللي جاي، استنى نسيت وين جاي، عند منطقة الأذنين يعني على الجنبين، والباريتال هي بنص الراس، زي كأنه أول إشي قدام قدام فرونتال، لفوق شوي محل ما بتحط إيدك على راسك، باريتال لورا ورا أوكزيبيتال على الجنبين تيمبورال. هدول هم إذا الفور لوبس. هلا بحكي لكم في إحنا عنا كمان، لا في برايمري وفي سيكندري. المهم خلينا نحكي شوي شو البرايمري والسيكندري، هدول اللي بحكي عنهم. في هدول اللوبز اللي حكينا عليهم إنهم برايمري فانكشنز، اللي بلش بالبرايمري فانكشنز. مثلا في عنا البرايمري سوماتو سنسوري اريا. بسرعة قبل ما نكمل حكينا نتذكر سوماتو سنسوري يعني منطقة سنسوري، وين حكينا المنطقة المسؤولة عن السنسيشن موجودة؟ حكينا بتكون موجودة بالبوست سنترال جايرس، يعني هاي السنترال سلكس بيجي وراء ايش الجايرس اللي هي الجبل الصغير، عرفتوها بهاي المنطقة. وبوست يعني بعد، يعني هاي السلكس بعدي مش قبلي، بتيجي بالبوست سنترال جايرس. طب البرايمري موتور اريا رح تكون قبل السلكس، فبري سنترال جايرس. وزي ما حكينا هدول بيكونوا ممثل فيهم الاعضاء المختلفه بالجسم ابسايد داون، من تحت لفوق، يعني في منطقه للرجلين، في منطقه للايدين، للهيد، وشرحنا عنها هاي قبل هالمره. غير هلا البرايمري سوماتو سنسوري اريا، غير البرايمري موتور اريا المسؤولين عن انه واحدة تلقط سنسيشن، واحدة تعطي اوامر حركيه، في برايمري فيجوال، فيجوال يعني مسؤوله عن النظر، وين موجوده تعطي الفيجوال؟ في الاوكزيبيتال، فيجوال اوكزيبيتال، تمام. البرايمري اوديتوري مسؤوله عن السمع، وين موجوده تحت السمع؟ في التيمبورال، تمام. وفي عندنا البرايمري جوستاتوري، جوستاتوري بقول لكم هي بتكون موجوده في البيس تبعت البوست سنترال جايرس، يعني البوست سنترال هي فيها سوماتو سنسوري، ولكن لو بنزل للبيس تبعها من تحت بلاقي عندنا منطقه الجوستاتوري يعني التذوق. وفي ايضا البرايمري اولفاكتوري اريا يعني تبعت الشم، هي في التيمبورال. إذا نصف عنا البرايم السوماتو سنسوري بوست سنترال جايرس، والموتور بري سنترال جايرس، في عنا الفيجوال موجودة أوكزيبيتال، الأوديتوري موجودة تيمبورال، والجوستاتوري بالبوست سنترال جايرس من البيس تبعه من تحت يعني، أوكي. وآخر إشي الأولفاكتوري بتكون موجودة في التيمبورال لوب. أنا هون بحكي لنا إنه السنترال سلكس هو اللي قسم لي البرين انتو، او اعطاني البارايتال لوب والفرونتال لوب، والسيريبرم هي المخ، هذا هو السيت اوف انتليجنس يعني الذكاء، اوكي. هلا نوع على هاي الصوره اللي عليها مليان ارقام، اوكي. هلا هاي الصوره as you can see انه زي كأنه كل منطقة معينة في دماغي مسمية برقم. هلا هذا النيمينج باي نمبرز، يعني انه انا اسمي الريجنز بنمبرز يعني بالسريبرال كورتكس، بنسميه احنا برودمان كلاسيفيكيشن، برودمانز كلاسيفيكيشن. هلا مثلا الاريا 17 و18 لاحظوا وينهم موجودين، هدول بمنطقة شو؟ بمنطقة الاوكزيبيتال، يعني من ورا 17 و18 هدول موجودين في الاوكزيبيتال، وهم عبارة عن البرايمري فيجوال اريا. نحن حكينا الاوكزيبيتال هي فيجوال، ماشي. In which our retina resides. Retina has receptors for vision. Yes. بقولكم انه الريتنا اللي هي بالعين، مش متأكد الصراحة من الترجمة، هي الشبكية ولا القرنية؟ استنوا دقيقة اتأكد. اوكي هيني تأكدت، الريتنا هي الشبكية. فالشبكية فيها ريسبتورز اللي هم الرودز والكونز، اللي هم شو كان اسمهم، العصي والايش، المخاريط هيك اشي، والله نسيت شو اسمهم بالعربي، متذكر مخاريط وعصي، اخذناه بالاحياء زمان. فهدول هم الريسبتورز لأي اشي بنلقطه بالعيون، وهم رح يبعتوا المعلومات لهاي المنطقة اللي هي 17 و18، اللي هي بالاوكزيبيتال لوب، اللي هي الفيجوال اريا. هلا مثلا لو نروح على المنطقة 41 و42، استنوا يلا ندور عليها مع بعض. يس هاي انا شفتها، وين موجوده؟ موجوده بالتيمبورال جايروس، تمام. هي عباره عن المنطقه المسؤوله عن الاديتوري، مسؤوله عن الساوندز. هلا فبقول لكم فعليا الساوند اصلا كيف نلقطهم احنا، اي ساوند بالدنيا بنلقطه على شكل فريكوانسي، اللي هو التردد تبع الصوت بالميجا هيرتز او الهيرتز بشكل عام. فالفريكوانسيز حسب شو الفريكوانسي، حسب وين بيجي على اي اريا.
فمثلا اللو فريكونسي بيروحوا على اريا معينه، احنا لاحظوا من 41 42 كلهم للسماء، ومثلا اذا هاي فريكونسي على ريجن ثانيه فبالتالي انا بقدر اميز الديفرنت ساوندز عن بعض. هلا اريا 38 وينها؟ هاي دقيقه ضاعت هيها. شفتها اريا 38 as you can see بتحسوها هيك جاي لتحت لحالها، بقول لك موجوده في الاوربيتو تيمبورال. الاوربيتو يعني اوربيتال، شكله قريب من شيء اوربيتال في السكال. تيمبورال يعني منطقه التيمبورال كورتكس. هي بقول لكم هي عباره عن البرايمري اولفاكتوري اريا اللي هي للالفاكشن للسمال. اما هلا اللي جوستاتوري او السنسيشن انك تحس الطعم اللي بنحسها باللسان، هاي موجوده في الاريا 43 زي ما انتم شايفين، هي موجوده بالبوس سنترال جايروس بس عند تحت. هاي طلعوا كيف هي موجوده بالبوس سنترال جايروس بس لتحت. تمام. هلا هون بس بحكي لنا ملاحظة معينة، احنا حكينا انه بمنطقة البري سنترال جايروس اللي هي بتشكل البرايمري موتور اريا، منطقة كتير بريسايز، كل زينا نحكي كل نقطة فيها بتمثل سيرتن فايبر يعني عضلة او مش عضلة، خلية عضلية معينة. فاف ستيميوليتد راح يصير في كونتراكشن بهاي السنجل مسل فايبر، لانه زي ما حكينا الريبريزنتيشن وكيف التوزيع هو فيري بريسايز وكتير دقيق. ولكن هلا هذا الكونتراكشن اللي بيصير فقط ب 1 فايبر از نوت انف، ما رح يعمل عندنا اني موفمنت، فبالتالي لازم يكون في عندنا زي من اكثر من مش اكثر من ستيمولس، يعني ستيمولس يروح على اكثر من منطقه بحيث يعطينا بروجرامد موفمنت، حركه يعني حركه شو تكون مظبطه ومنظمه. خاصة مثلا لما بكون احتاج زي هلا وانا بحكي او اني اكتب، فهذا بده very programmed movement. لا اللي programmed movement معناته بده يكون في عندي sequence sorry من ال contraction وال relaxation. فمثلا انا عم بحكي هلا في بعض الفايبرز will contract other will relax والى اخره بsequence عشان يزبط الاكشن. فمعناته هذا الحكي انا مو بس بدي جست انه يصير كونتراكشن والسلام ولا ريلاكسيشن والسلام، انا بدي يكون في اشي زي كيف بدنا نحكي يدقق ينتبه اكثر. فعشان هاي البروجرامد موفمنتس تزبط اكثر واكثر بدنا امور كومبلكس سيستم، يعني سيستم يكون بدقق اكثر بينتبه اكثر يفهم انا شو الهدف الي ويظبطه اكثر من الشغل اللي بسويه البرايمري موتور اللي هو جست كونتراكشن او ريلاكسيشن. فهدول هم اللي بنحكي عنهم احنا السكندري او بنحكي عنهم اسوسيشن موتور اريا او اللي بري موتور اريا، بس بتكون مسؤوله عن البروجرام يعني بتعمل البروجرام للاشياء. فهلا اذا لما نسمع كلمه اسوسيشن اريا بدنا نربط انه هي عباره عن منطقه لها علاقه بالوظيفه اللي بتصير بهاي الاريا ولكن بطريقه دقيقه اكثر. يعني مثلا قلنا بحاله الموتور اريا السكندري موتور اريا او الاسوسيشن اريا تاعت الموتور هي بتكون جنب البرايمري وبتكون بس انه شغلها يعني على الاشياء اللي بروجرامد اكثر. هون بقولنا every association area must be close to the primary area therefore the primary motor area must be near the secondary as observed in figure. يعني بتطلعوا فوق بتلاقوا هاي برايمري جنبيها بتلاقوا سكندري، هاي برايمري جنبيها سكندري. فمثلا لما نحكي عن البرايمري سنسوري اريا انه برايمري سنسوري اللي هي البوست، نحكي عن البوست. هلا انا مثلا من خلال البرايمري بحس والله في حد لمس في ضغط في كذا، ولكن انا ما بقدر تو ديسكريمينيت بالضبط وتو ديفاين وين التاتش صار اكزاكتلي. السكندري سنسوري اللي بتكون جنب البرايمري هي رح تاخذ سيرتين كونكشنز من البرايمري سنسوري وتحاول تشرح لنا معنى السنسيشن وين حسينه بالضبط وهيك، فهمت كيف؟ يعني هذيك تلقط السنسيشن بشكل عام انه في بريشر في تاتش كذا وبتبعته لمين؟ للسكندري اللي جنبيها. السكندري برضه هي مسؤوله عن هذا السنسيشن ولكن بتحدد لنا بالضبط وين موجود وشو طبيعته.
مثلا البرايمري فيجوال اريا هي اللي بتقولنا اه هاي في قدامكم صوره، بس مين اللي بفهمنا شو هاي الصوره وشو استنتج منها وكذا؟ السكندري اللي جنب يعني السكندري فيجوال. هلا في بعض الاحيان في ناس بيشوفوا بس ما بيعرفوا شو اللي شايفينه، فهذا بنحكي عنه وورد بلايندنس، تمام؟ وبيكون عندهم الاسوسيشن او السكندري اريا تاعت الفيجوال بتكون خربانه دامجد. مثلا لو صار دامج على الاسوسيشن اريا تبعت السمع الاوديتوري، فانا بسمع يعني انا بسمع هذا بسمع بس مش فاهمه ايش اللي بسمع، مش عارفه واحد بيحكي هاي اغنيه وهذا هاي سيارة، ما بعرف شو اللي بسمعه، فهذا بنسميه word deafness. إذا فينا word blindness word deafness. تمام. هلا هون في two areas نحكي عنهم. هدول two areas او نبلش باول واحدة اسمها البروكس سبيتش اريا، او لها اكتر من اسم، اسمها اكسبرسيف موتور اسبكت اوف سبيتش لانجويج اريا، يعني باختصر من اسمها هي عبارة عن اريا رح نعبر فيها عن حالنا واحنا نحكي، تمام؟ هاي بقولكم هاي الاريا وير يو سبيك ان اكسبرس يور سيلف باي توكينج. هلا ليه اسمها بروكس اريا؟ حسب العالم اللي اكتشفها، وهي موجودة بالمناطق 44 و45 على الصور. هلا فوقيها لهاي البروكس اريا بالضبط في انذر اريا مسؤولة عن حركة العيون الفولنتري، كيف نحرك عيون الفوق لتحت وبجحر وبجحار شوية القصص عن طريق هاي الاريا اللي فوق البروكس اريا. البروكس اريا هي المسؤولة انه انا كيف احكي وتوكسبريس ماي سيلف. طبعا انا مش متخيلة كيف اريا واحدة هيك قادرة تخلينا نقدر نحكي ونعبر زي هيك، بس انه هاي الايديا. لفي انذر اريا اسمها فيرنكس اريا، ما بنحكي ويرنكس بنحكي فيرنكس لانه عالم الماني اللي اكتشفها. هلا هاي الاريا هي المسؤولة انك انت تسمع، كيف بدي اقول لكم تستوعب، يعني بتسمع مثلا وبتشوف اشي معين وبتحلله وزي هيك، وهي موجودة بالتيمبور، طلعوا من موجودة تيمبور وبريتال اوكزيبيتال، يعني بالتيمبورال والبريتال اوكزيبيتال، احفظوهم كل اللي فيهم حرف البي، تيمبورال بريتال اوكزيبيتال، تمام؟ شو اللي بيصير من هاي المكان؟ هاي الفيرنكس اريا هي اللي من خلالها انا بكون فيجن، بكون صوره معينه وبيجيني شعور معين وبسمع وكل شيء بيصير بالفيرنكس اريا. بعدين طب بدي اعبر عن هاي الاريا، بدي اعبر عن وجهه نظري، بدي اعبر عن نفسي، شو الاريا اللي راح تشتغل؟ هي البروكس اريا. فبالتالي انا لما بحكي في عندي تو ارياز، اريا مسؤوله اني افهم واستوعب والقط الفكره وهيك هي الفيرنكس اريا، واريا مسؤوله انه انا اعبر اللي هي البروكس اريا. هلا فبحكي لكم هلا الليفت هيمسفير الجزء اللي جاي على الشمال هو اللي بيعمل كنترول على اني اعبر على عن حالي، تمام؟ اللي هو البروكس اريا، فهو بيكون اكبر، تمام؟ اما وين انا؟ تمام. وهنا بحكي لنا الدكتور كمان انه الليفت السيريبرال اللي هو المسؤول عن اني اعبر عن حالي دائما هو اكبر ريجاردلس انا بستخدم ايدي اليمين ولا الشمال، يعني ما دخلها. وبمعظم الناس، تمام، بيكون الليفت سيريبرال هيمسفير هو الدوميننت وان عشان قصه اللغه وزي هيك. وهون شو بيحكي لنا قصة اليمين واليسار؟ بقولنا مور ذان أكثر من 95 من الناس اللي بيستخدموا إيدهم اليمين إيش؟ اللي دماغ الشمال عندهم هو الأكبر وهو المسيطر، معناته بضل 5% من الناس اللي بيستخدموا إيدهم اليمين الشمال هو المسيطر. وبرضه بقولنا ثلثين الناس اللي بيستخدموا إيدهم الشمال برضه اللي دماغ الليفت هو المسيطر، يعني بضل إنه الثلث برضه من الشمال اللي ما دا سيطر عندهم الدماغ اللفت رح يسيطر عندهم الرايت. وبالتالي ما تعتمد فقط انه انا يعني left handed ولا right handed.
اوكي هلا اخر شيء رح نحكي عنه محاضرة اليوم انه السيريبرال كورتكس اتسلف هي مسؤولة او سوري مش مسؤولة هي مقسومة للرايت سيريبرال كورتكس وللفت سيريبرال كورتكس وبنعرف هذا الحكي وبالتالي كونها مقسومة into two parts معناته they don't have the same function ولكن بشكل عام احنا عارفين انه اي شيء من الجسم بيجي من ناحية الشمال نتيجة الكروسنج بيروح لليمين واي شيء بيجي من اليمين نتيجة الكروسنج بيروح للشمال طب معقول هدول التو بارتس الرايت والليفت الهيمسفيرز ار انه ايش راحت الكلمه يعني هم مفصولين اكيد هم مش سيبريتد مش مفصولين ولا ايزوليتد اكيد في بينهم كونكشنز تمام كيف هم ذي انتراكت بقولكم عن طريق فايبرز توصلهم ببعض هاي الفايبرز شو بنسميها في اسمها كوميسيورال فايبر كوميسيورال فايبرز اللي هم عباره عن تو بارتس في الكوربس كالوسم والاسوسيشن تراكت اذا اما هم اسمهم كجروب الكوميسيورال او الكوميسيورال مش عارف كيف تنحكى فايبرز من اسمه انتو كوربس كالوسم واسوسيشن تراكت هلا في عندنا منطقه اللي هي بنسميها احنا بري فرونتال وين هاي تيجي البري فرونتال البري فرونتال بتيجي بقول لكم انتيريور تو ذا موتور اسوسيشن اريا يعني نيجي على الموتور اريا الموتور اريا اللي هي حكينا بتيجي وين بري سنترال جايروس صح مقسم الى برايمري وسيكندري لو بروح على السيكندري او الاسوسيشن قدام منها موجود عندنا بري فرونتال اسوسيشن اريا هي المسؤوله عن الاشياء اللي لها علاقه بالبيرسوناليتي انه انا عصبي مش عصبي رايق مش رايق هي المسؤوله انك تعمل بلانينج للموفمنتس الصعبه اللي بتكون كومبلكس وهي مسؤوله ايضا يعني بس عن البلانينج جنرالي تمام بصفة اذا في منطقه وين تيجي زي ما قلت لكم روحوا على منطقه الموتور اريا اللي هي البري سنترال جايروس روحوا على الجهه الاسوسيشن او الاسوسيشن او السيكندري فيها اللي قدامها انتيريور تو ات من لاقي عندنا هاي المنطقه اللي نسميها ايش بري فرونتال البري فرونتال هي المسؤوله عن البيرسوناليتي وعن البلانينج تمام هلا هون في سؤال بس عشان ما جبت سيرته انه شو الاشي اللي الكونكت الهايبوثالامس والبتويتري جلاند انا حكيت لكم اسمه البتويتري ستوك وكان مكتوب بين قوسين هذا الاسم الثاني اللي هو انفانديبيولام هذا الاشي فهم التنتين نفس الاشي فبتحطوا A و B we're releasing and inhibiting hormones انها 100 مره هم بيطلعوا من الهايبوثالامس بيروحوا تريجليت انتيريور بتويتري مش البوستيريور لانه البوستيريور قلنا ما دخلها هي بس بيجيها نيرف امبلسز عاديه هون شو بقولكم الاشي اللي بيتصنع بالهايبوثالامس بيتخزن بالبوستيريور بقولكم هل هو ال ADH والثايرويد ستيميوليتينج هرمون لا طبعا الثايرويد ستيميوليتينج هاد بطلع من مين انتيريور بتويتري طب ADH والأوكسيتوسين ولا فيزوبريسين وأوكسيتوسين متفقين احنا انه ال ADH او الفيزوبريسين هما نفس الهرمون فرح اجاوب بي و سي لانه بالمحصل هما ال ADH والأوكسيتوسين وبس هيك هلا انا بعرف المحاضره صراحه زنخه وبعرف طويله وانا حتى حاسه نط على نفسي وانا بشرح فيها بس حاولوا زي ما قلت لكم ادرسوا كل موضوع لحاله وخلصوا لحاله يعني ما انه هما زي ما شفتوا مثلا نجيب اكثر من سيره مع بعض ويعطيكم الف عافيه